وينبغي أن يعلم أنه لا يوجد في الأعمال ما يوازي في الفضل والكمال والأجر الموعود في إقامة الشعائر الحسينية، وحيث توقف استمرار الدين ونشره وبسطه في المجتمع على تلك الشعائر وجبت إقامتها ولا عذر ولا مندوحة للقادر عليها. فعلى خطباء المنبر الحسيني حث الناس على الالتزام بالشعائر مع التقيد بالالتزام بروح هذه الشعائر. آملوا من الله تعالى أن يوفق المسلمون لإقامتها وتوسيعها وتنظيمها. وأخيرا ينبغي للخطباء والواعظين والقائمين بتنظيم هذه الشعائر إلفات الناس إلى الهدف الذي من أجله قتل الإمام الحسين عليه السلام، وهو إبقاء الدين، والصلاة عمود هذا الدين. فيجب أن تنظم المجالس والمواكب والمسيرات بنحو لا تتزاحم أو تتعارض مع الصلاة، فعلى المؤمنين إقامتها أينما حل وقتها وفي كل الظروف. هذا والسلام.